كل مقصان على السير الله يعاون. شريتو قاية شريتو كجمع 10 درهم ب 100 ريال شريتو معلم عندي متاتي. حيدي هضرة بزاف. المهم خوتي كما كتشوفو هادو هما الطليميطات اللي خديت. خديت 20 درهم من الميترو على قد الحال وصافي. كنت كنجمع في كل وقت. ما ينفعش واعر. جمعت واحد 10 درهم. 10 درهم 30 جمعت واحد 10000 ريال. وصيبتهم كيف ما كتلاحظوا معايا كنت تنخدر عويناتنا في الصالون ياكو ها الصالون الصالون ديالنا عاد جاب ليا انا ما تغديت الصراحه وجاب ليا دابا الغدا واحد ربع دجاجه غناكلها انا وياه والمهم غنشوف معاك كل شيء وشينا واحد الخاميه شريتها من البار صراحه من البار من البار ما كانش نقول شريتها من البار ب 40 نقول 50 درهم 50 درهم شريناها هو دابا عاتق غادي يسوقها لنا وانتم غتشوفوه في الاخر نشارك معكم البيت وقولوا لي كي جا لا 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 شوف ما تشكلي انا صراحه ما مقتنعش بزاف ولكن المهم الحمد لله المهم بعدا درت انجاز هادشي اللي ما تيعجبنيش درت انجاز هما مقتنع على السير الله يعاونك شريتو قايا شريتو كنجمع 10 دراهم ب 100 ريال شريتهم هي ما مقتنعاش ما مقتنعاش ما عرفتش باش انا اختاريتهم صراحه اختارتهم لي دابا الهضره بزاف واش ما واكل قسما بالله ايوا غير تاكل حق الله شد الحيمه هاكو انت كتر لي يا سيدي والله انت ما تقدرش انا غنشرب ما ولدك هادا اختي مع هادي ها هادا اللي خشي لينا جاي بغيت خاصك تعرف شنو جايب لي انت هي تفرحات أنا صراحة مشبوك وسربي لي بس باش نقد مسائلي ونقد انا هي هادشي هذا انا صراحة قطع معاهم على ما نساني ناكل الغدا ونصورهم كتصيب المهم خوتي انا طليمطاش عاجبيني كنخدر عويناتي غير حس راسي مريح في الجردة والله كنخدر شحال هكا هو الطبيعة تنشوفها منور دابا الطبيعة وحدة هي واحد الشجرة وشلل بها عينيك وفمك اذا السجرة القصيرة كتكون انا قصيرة انا بزاف عينيك انا قصيرة شنو طريحي بركة من الساعة يلا ما بغيتو ما معانا ساليتي كاع فلفل شي المهم خوتي كما كتشوفو شنو طاح لك هادشي على رجلك واسي حيدلي هاي الخامية هاي غادي تركب شتوها هاي صافي راه نوريو معنا ما دار تخلي نوريو مع عاتق شنو هذا هذا عاتق هكا هكا سمعتيني هكا هكا سمعتيني وسمعتيني هانت خصو هذا العود غنديروه هنايا وهكا المهم عاتق المهم عاتق وسيم شنو بغا يسمع شي فيديو غيجي لعندنا المهم عاتق المعلم ديالنا يا هو اللي غفرتي ليا شي حاجه هنا باش ما تبقاش ما تحش ديك الغبره سامي غتوسخ لك السداد وغتوسخ لك كل شيء لا غادي نحيد هذا اطلع انت ما تصليتي معلمة هاكا شو شنو بغا يدير شوف كيف يدير كذا التوتشو كيقول لك التوتشو فين التوتشو هلا هلا ما درتش التوتشو يا سير نصير عاتق لا توا سمع السينيور مام خوتي هانتوما غتشوفوا المعلم عاتق يلا لارونج رايا لي قلبي بلاتي راه حاجه ما كتشوفش المعلم عندي ثقيل هذا انا ماشي ثقيل انت خدم شويه عليا انا لا خويا ثقيل بزاف فين الميكاسه اللي لحقتش فيها داكشي ميكا رايا كحلة هاديك نطر كلشي يا سي عندك سامي حيدي هذه ها هاكي وكل خفيف
خفيف كل خفيف. هانتي شوفي ورا قولي لي فين البلاصه هنا الفوق هنا هنا خوتي غادي تشوفوا التريميطات كيفاش جاوني ردوا عليا في الكومونتير شوفوا واش عجبكم معلم عندي متات حيدي حيدي ها هو ايوا العصبه سامي اش خلي نخدم على راحتي ولا ما خليتيش راه نحيد خلي لك هادشي داك والله راه ما يمكن ربنا تخميه شي جا من القديم هادي للباري المهم على زوينه بعدا غتجي لي وقال مع السداده يا الله شي كلشي شي طاح هذا مالو طاح لتحت شوفوا صراحه مكر غدا نجيب شي اليوم بغيت نعرف شتي هكا شكون مريضه وخليني خليني نخدم ولا حيدي ما تتعصبي يا سامي يا والله. انت ما عرفتش تصيب. ما تخافش ما تخافش اواسي. تجيك معلية داكشي بزاف. علي علي. ها هو المعلم ديالنا الله يعطيه الصحة. تبارك الله على المعلم تبارك الله عليك بنيه خاصه وحده كانت عند عواسيم تلقى عواسيم من هذا الشيء هذا هاي 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 وحيد هاك هاي قالوا هاك تبارك الله على المعلم ديالنا وخلاص انت اختي انت تقول اختي راجلي ما حادكش حادك بابا بابا عتيق شنو مزيان صافي غتقفر فاش ماما خويا نتوما دابا غتشوفوا الخميه كي جات ولا زعما خد من عندها بلا جواسيم شنو بغا يعطيك هذا شوف شوف شنو بغا يعطيك هذا شوف شي يا تبارك الله عليه ها نتوما خوتي نتوما دابا غادي تشوفوا الخميه ها هي مدقه سميه ها نتوما معانا خوتي ونعاونك شدي ليا شوف شدي ليا هكا هادو الطول شديهم طول هاك هاك شديهم طول ها شدوهم مي مي هادي جي تشوفي بها اش بغاتش تدخل انا وديت هادي هادي خاصها تتا الحله عندك طب هادي 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 حنا عزيز عندنا العادات الله المهم خوتي وخواتاتي هذا هو الفراش المتواضع ديالنا بقيت كنجمع البنات ب 100 ب 10 درهم مع اختي عطيني مسكين بقيت كنجمع وصورت واحد قول ماشي 10 14 الف ريال شريت حصيره ها هي وريها لي العاتق شريت حصيره من بعد ان شاء الله من بعد ان شاء الله وغادي نشري زربيه وخيطتهم ب 10 الف ريال خياطه وكل شيء قالوا لي دابا تشارك معكم هي مسكينه مشات جابت لي هي جابت لي الطليمطات هادو ومسكينه دابا راه مرضات وهادي من بعد نتيح لكم ديك الفيديو ما عليناش خوتي وها هي الخميه من الناس كيقول لي بدي طليمطك ملكي هكا مالي اخوتي راه على حسب الظروف دابا انا فرحانه لانني انا جمعت باش شريت طليمطات ان شاء الله غنجمع وغادي نشري ان شاء الله زربية ان شاء الله كما كتلاحظوا معايا ها نتوما كتشوفوا النوار كتشوفوا الطبيعه صور لهم كلشي ها نتوما هي الطبيعه خوتي ها نتوما الخاميه والطبيعه الورد والاشواج في الحقيقه الخضوريه 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 عادي شوف الخضوريه انت غدات الخضوريه لا 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 ل
قال لينا هو بالبال من البال قالنا 1200 ريال وخديناها ب 40 درهم نقول 50 درهم حيت قلنا ليه ب 40 درهم قال لك لا 50 درهم هو هذا الشيء اللي كاين المهم هذه في خاطركم حنا ان شاء الله غنتعشاو درنا غادي ندير الفريج ودابا غادي معلم عاتي غادي نكبي ان شاء الله قد كداتاي مع السوق هانتوما معانا وراه حنايا راه متواضعين اخوتي وتشهى ليا اندومي قال لي هي اندومي كما كتلاحظوا معايا اندومي هاي اندومي اش نقول اندومي شويه ما داير انا في اندومي ولا اندومي مهم بحال وان شاء الله ان شاء الله ملي غنبقى نجمع بشويه غادي ندير هادو في الموف هادو في الموف غندير المهم بشويه ان شاء الله صافي شي باغي تطيري والله الا باغي تطيري نطيحت فرحانه بالكلام حيدي غطيتي داكشي حيدي وصافي حيدي تسموريشكم السلام عليكم.